امبارح أيضا أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس وزراء المملكة. تم تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، وأعرب سيادة الرئيس عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير واليمن والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. خلال هذا الاتصال أيضا ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة للسيد الرئيس، وأعرب عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر، وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية. امبارح أيضا كان في أخبار تانية مهمة كان أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. ركز هذا اللقاء على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وثمن الرئيس الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، وخصوصا موقفهم الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وركز اللقاء على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوهاً على وجه الخصوص بالدور المصري المسؤول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن موقفها القيادي عالمياً بالتصدي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد. أيضاً ثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة، وأكد الجانبين رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لمتابعته بشكل يومي لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وأيضا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، لافتا إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو التنازل عن الدولار في فروع البنك ومكاتب الصرافة، موضحا أن الطلب على الدولار وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة اللي أتاحها البنك والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة. خلال الاجتماع تم التأكيد على أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار ل 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية الناتج الصناعي بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي ل 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 ل 8 مليون فرصة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة اللي بيتم إنزالها جوا بشمال قطاع غزة، وده على مدار يومين 13 و14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي، وبيأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، التقى الفريق أشرف ابراهيم عطوه قائد القوات البحرية، اللواء ايمانويل سلاريس قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندي والبحر الأحمر للقوات البحرية الفرنسية، والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون البحري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأكد الجانبين على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، مع الحرص على تعزيزها في ضوء الروابط المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات.